السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صومدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على الولادة ديال الارانب. هذا الارنبة راها عندها تقريبا واحد 3 سيمانات ديال فاش تعاشرت مع الارنب، وان شاء الله غادي نتبعوا معاها هي وواحد شانشيلا راها مغشية في البريد ديال الارانب. انا هذا الكاج هذا عندي فيه واحد الميزة مزيانة، انها ها هو يخرجوا ياكلوا هنايا هكا. ها هي العلافه ديالهم، هانتوما هي دخلت، هانتوما كتلاحظوا ها هي العلافه ديالهم كياكلوا كل وحده بوحديتها. وهاد الكاج دايرين فيه واحد السلك، ها هو هنايا هذا، منين ما كتبغيش ما تبغيهمش يدخلوا كتسد عليهم هكا، كتسد عليهم منين يقربوا يولدوا. هاد السلك ها هو هذا كتسد عليهم. دابا تقريبا بقى لها هذه واحد اسبوع حتى الاسبوع ونصف وغادي تولد ان شاء الله. انتم كيفاش الطريقه باش كتخدم هذا المكان ديال الولاده؟ انتم راه كاينين هذا الكاج عندي فيه 4 ديال الصنادق، انتم الاول، الثاني، الثالث، الرابع، هما كلهم عندهم بلاصه كيدخلوا لداخل وكيخرجوا باش ياكلوا. كيدخلوا سميتو باش يولدوا. في هذه الايام ان شاء الله راني داير باش نجيب لهم هذاك النجاره، انتم كما كتشوفوا واحد الشبكه راه كاينه تحت. ها هي الشبكه، هي هذيك الشبكه كتعمرها لهم بالنجاره، هي دايرينها مفجه على حسب عزكم الله الفضلات ديالها، مثلا ما تبقاش ودير شي مشكل. انتم كتشوفوا هي دابا هذه كنجيب واحد النجاره، منين كتقرب تولد هي كتبقى تنتف راسها، كتبقى تحيد الزغب ديالها وكتفرش تغطي وليداتها على حسب البرد. وهذه تما هذيك هي الاشاره بان راها راه باغا تولد. انايا هذا الشبيك اللي دايرينو غير كافي، انا خصني القنايين ما يشوفوهمش شي حد يبقى يطلع عليهم، ولا لان كاين الارنب اللي ما كيبغيش الصغار ديالو يتنظروا. ها انتما درت لهم الطريقه هذه، غلفت هذا الكاج، ها انتما كتشوفوا ها هي دايره الشانشيلا، راها جالسه لداخل، ها هي تبارك الله راه كتسنى حتى هي سميتو، عندها تقريبا بحالها بحال نيوزيلنديه. ها هي ملي كتطلع عليها ها هي، ايوا من الاحسن درقها بحال بهذه الطريقه او بخنشه بحال هكا كما كتشوفوا، كتطلع عليها هكا. وهاد سميتو بلاصه الولادات كتكتبوا عليهم ارقام، انا كتبت واحد مثلا، جوج، ثلاثة، راه الرابع. هادو فيما كيولدوا خاص يقربوا يولدوا جيبوا النجاره، او كاين اللي كيدير الصوف، كاين اللي كيدير التبن، غير هو هذيك النجاره او التبن خاصها تكون مغربله، ما ديروش النجاره يعني تكون رقيقه، لا غربلوها، ديروا غير الغليظ. ان شاء الله في شي فيديو قادم غادي نوريكم كيفاش نديروا الطريقه ديال النجاره التغربيل ديالها، خاصها تكون غليظه باش ما تدخلهمش في نيوفهم هذوك الصغار ولا قدر الله يموتوا. اذا هذا هو الموضوع ديالي هذا النهار، كما كتشوفوا هما بلاصه الولاده كتخرج كتاكل وكتدخل البلاصه ديال فين كتولد، والبلاصه فين العلافات هي علافه واحده مفروقه، دايرينها مفروقه على جوج، هذه بوحدها وهذيك بوحدها. ولا بغيتي دير الماكله ها هما دايرين لها من الفوق هكا. ثم خذوا هذا النموذج، هذا تقدروا تصنعوه بوحدكم، تقدروا تشريوه جاهز. يلا الى عجبكم الفيديو ان شاء الله، اولا نرحب بالتعليقات ديالكم الطيبه وكنشكركم، ولا عجبكم الفيديو شاركوا معنا وتكيو على زر جيم وتكيو على الجرس كي يصلكم الجديد. والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله. هنا كان وعدكم ان ان شاء الله هاد الارنبه هذه غادي نتبع معها باش الولادة ديالها تكون في حلقات إن شاء الله. إذن إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.